ويلكم باك اصدقائي صديقاتي في الجيم الثانيه نتاعنا لليله في اليسل برو ليج. بالطبيعه المباراه الثانيه باش تكون ما بين الفناتيك والبيك تحت ظل التريد اللي صار مع خروج اولوف مايستر في اتجاه الفيس وتعويضه بلاكرو وكذلك خروج دينيس وتعويضه بجولدن. يعني الفناتيك حاليا مش الفناتيك اللي متعودين عليه، لكن خير لما حالا يلعب ترين ماب اللي بالحق المع فيها سابقا امام بيك. هاي بطبيعة دي ام 27 في تعليق المباراة على ظل الهيد شوت اللي قدمها نيكس على منافسه جي دبليو. ما نعرفش اذا كان احمد معنا ولا فما حتى ادنى اشكال. احنا لهنا ليجيجا اللي باش يحاول انه ممكن يدخل على المستوى الالي اللي هو التمركز جيد. نيكس اغلي ناستي، ما عندي حتى كلمة نجم توصف الشوت نتاع اليو اس بي اللي خرجت توا. كيف يحاول يدخل البوم بلانت يلقى الهيد شوت على كريمز ويلقى البوم بلانت. جولدن 6 هيت بوينتس فلاشة معاه بطبيعة، عنده كيل بركة في مكتوبه وباش يحاولوا انهم يخلقوا الفارق حاليا. ممتازة من نيكس، نيكس جوينج بيج في الراوند هذا. 4 كيلز على لاعبي الفناتيك. واو. اوكي يعني جيت بيج راجعين على التي سايد مباشرة كواد كيل عند نيكس. يعني دائما نحكي تابسن هو اللعيب في الفريق، ليجيا بيساعده كيف احيانا بالاوب قبل انجم ليدر، لكن هجيت نيكس هو اللي جاب الكواد كيل وهذا الشيء اللي انت بدك اياه. بيك في تي سايد كان يلعب فريق اخر قبل بيك ماو سبورتس، كان يلعب في ماو سبورتس وهو كان يعني اللاعب الالماني في ماو سبورتس، لكن جيت طلع على البوش من عند جولدن الانجم ليدر تبع فناتك يجيب اول كيل ممتاز جدا مهمه جدا حتى تخلص من ليجيا، والان فلاشه من فوق السموك كان بيحاول يجيب كيل لكن بيج ما وقعوا في الفخ تبع الفناتيك، وكويس جدا انه بس خسر لاعب وحيد وما اعطوا السلاح تبعه للفناتيك، فناتيك هجيت راح يرجع يلعب ثلاثة في الاي واثنين داخل بوم سايد بي. كيف تدخل في الراوند الثاني عادة تبدا عندك ثقة في نفسك، اللي المنافسين نتاعك باش يكونوا لو باي، انت عندك الاس ام جيز، يعني السبري نتاعك باش يكون سريع باش يكون فعال باش تلقى دمج كبير على خاطر المنافس نتاعك ما عندوش كافلر، لكن وقت تلقى لاعب في المستوى نتاع جولدن رغم انه جولدن لازم يلمع المرة هذه لازم يوري الشعاع نتاعو على خاطر ما تنساش اللي باش يعوض واحد من اسطورتين اللي خلقتهم الفناتيك اللي جعلوا من الفناتيك ما هي اليوم على السين نتاع سي اس جو، وبطبيعة معناها التمركز نتاعو على مستوى المخرج نتاع المين مكن من انه يوجد الكيل غدر لجيجا اللي هو لاعب مهم في الروستر نتاع البيج اللي عادة يلعب ويعبي الدور نتاع انتري فراجر ويخلي بيج يلعب بطريقة يعني الغادي من سيف الغادي من سيف. ونيكس يظهر كان مع الموس اي سبورتس هكا ولا صحيح صحيح هو كان مع الموس اي سبورتس ولقيته اضافه كويسه للبيت شفنا معك ساكن جي دبليو طلع عليه كيف جاب الكيل طلع كيف لقيت البوب سايد ايه هو المكان اللي هيهجم فيه والسي 4 وقع داخل البوب سايد ولكن يهجم الدبل الله عليك يا لكم ممتاز السي 4 يعني مقيده عندهم ثلاث اسلحه كذلك عندهم الكافلرز جي دبليو بزيد 100 هيت بوينت كريمز كذلك لما احنا ما عندوش هيلمت يعني الشوت وحيده من تابسن ممكن تخلق الفارق حاليا صعيب الراوند على بيج صعيب الراوند على بيج والفناتيك رغم خروج اولف وبطبيعه الحال خروج كذلك دينيس مازال ما شفناهمش متلعين ياسر لما حلقه قاعدين يلعبوا ضد بيج بيج فريق لا يحتقر وما تنجمش تقارنه بالاس كي ونافي وما الى ذلك من فرق بس بيج جميل في انه كيف بيلعبوا بالطريقه التكتيكيه يعني كيف لما يقرنهم يعملوا شيء معين مع بعض بيعملوه صح هذا ايش انا بصراحه عاجبني فيهم لكن في الراوند الماضي شفنا كيف انه جوبي لحاله اخذ راح جاب بوم سايد على الرغم لانه عارف انه جي دبليو داخل التيمين فقرار كان خاطئ نوعا ما من جوبي انه ياخذوا صفر ويروحوا ايه والان خسروا حياه جوبي على وجه الخصوص كريمز بالماكتن اللي اخذوا من التي سايد خسروا في الجوله الثانيه يرجع الان جي دبليو يتخلص من كيف حلوه جدا الكرو تخلص من نيكس ما بقى الان غير لاعبين فقط ليجيا وتابسن والتابينج من عند جي دبليو يا سلام عليك هو كان بري فاير اكثر من تابينج كان بري فاير يعني كان يستبق تمركز نتاع منيرس وكيف ما ليجيجا اللي قدموا فلاشه كان عارف مني بشغل بالضبط الفاكو ينطق يعني بكل مبدئي في هذه المباراه وسكين واحد الفناتيك سيتي سايد ما بقى فيها حتى ادنى اشكال ترين لا ليجيجا ما يهمنيش اما ازين ليجيا ولا ليجيجا لا هو هي ليجيا اسمه ليجيا اي اما ازين احسن اجمل لقايجا كيف اللايجا انت بدك يومين عم تحكي الاسم يا زلمه نعم تعرف ديما نعيط ديما نعرف الاسم الصحيح اما نعيط بالاسم اللي يعجبني نسيت علينا لاعب كنا نتعارك وقتها كينجي ولا كينج ومين كمان وهيني لا كينج عاد لا هيني هيني هذاك هيني شيكر اه
كمان نكتة زيك حنخسر الجيم كلها ان شاء الله. وشفت كيفاش رقصوا توا لاعبين البيج على الحن هاني شاكر خارجين من ماكتن بتاع كريمز و فور كيلز للاعب، فور كيلز سكواد. المفيد انه توا باش ندخل في راوند الحقيقه، يعني اول جان راوند يعني بفول باي من عند الفريقين، وبيج ماهيش نقول في مازق، 3-1 مازلنا معناها كل شيء مازال ممكن، وبطبيعه يعني مازالت عندهم الفرص متاحه امامهم باش يحاولوا يغيروا النتيجه الحاليه، مازالت امامهم زاد نوافذ في المستقبل القريب في الراوند القادمه كذلك باش يكسبوا المومنتوم نتاع الفناتيك. لاحظوا لهنا حسن التصرف مع ناكس مع كريمز، لمحل نلقاهم 9 هيت بوينتس فقط، النية تمشي في اتجاهه ولكن يتمكن من انه يخرج الى بر الامان. اللاعب ناكس حاليا 9 هيت بوينتس فقط، لاجيا حاليا 79 هيت بوينت على مستوى دروب، ينتظر بطبيعه في فرصه اللي باش تسمح له باش يخرج من وراء السموك، وهو متوري على انظار المنافسين نتاعو بطبيعه. ترين من اول التاريخ كانت ماب تريكي 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 بطريقه كبيره اذا على لاعبي التي سايد، والحاجه الممتازه اللي من فناتك انهم يلعبوا كيفاش يلعبوا بطريقه اجريسيف على الماب هذه. وليه هنا عندنا جوب بي اللي كما قاعدين نشوفوا متواجد على مستوى الرامب، يقدموا الفريق نتاعو في اتجاه البوم سايد بي، عندنا لاني في عند فلاش اللي ما خيرش انه يبدل السلاح نتاعو 12 هيت بوينت يتبقى لاكرو، يحاول يستعمل النيد نتاعو يحاول يضغط على نفسي، ولاكيا يلقى كيل على لاكرو من دون اي اشكال، عندنا محاوله هنا البقاء على قيد الحياه من عند جولدن وجي دبليو كذلك يلقى الكيل على لاكيا، ما يتركوا الا ناكس وكيف على قيد الحياه وما فما الا جولدن السكواد نتاع الفناتيك اللي يحاول يدافع اذا على ما تبقى من المناطق للفريق نتاعو، يعني يعرف انه السيفر مزروعه ما عنده حتى حد باش يدافع عن الكروس فاير لهنا الكلاسيكي الكروس فاير الساذج نتاع بطبيعه الحال نتاع فريق البيج اللي يحاول يكون بيج انطلاقا من التاور، كي المبدا يمشي في اتجاه جولدن، جولدن بطبيعه الحال يقوم بديفيوز يخلي الوقت هنا الكيب باش يقوم على بيج والهيد شوت موجوده، جولدن ما كانش عنده برشا حلول لمحاله سنحت له الفرصه انه يربح تريد نتاعو الاول الثاني، كان مستحيل مش شبه مستحيل وفناتيك يخسروا هذا الراوند للبيج ويلقوا انفسهم في فول باي لمحاله قاعدتهم الماليه تمكنهم من ايجاد اوب واربع انفوس وثلاثه اثنين ممكن تترجم لاربع اثنين خاصه انه غياب تام للاوبس من عند فريق البيج وكذلك وجود يون بي وغاليل من عند جوبي وليجيا ريسبكتفلي. راند او المباراة بالاحرى مازال متواصل وكما كنا نحكيو اذا جي دبليو بالاوبن تاعو ما فلتش الفرصة باش انه يتخلص من ناكس، يعني كالعادة من موقع عادي جي دبليو ستايل معناها شد على روحه الموقع نتاع الجرين ترين او جرين فاجن كل واحد كيفاش خايب باش يعيط له ولقى الكيل نتاعو من دون اشكال على منافسه اذا ناكس، ناكس اللي هو لاعب خطير في السكواد نتاع بيك ورا لاعبين فقط لهنا يتوقعوا باش يقعدوا يلعبوا في الباسيف بلاي نتاعهم باش يقعدوا ينتظروا على مستوى ممكن مدخل البوم سايد بي باش يحاولوا يعيدوا الكره على هذا الموقع، يعرفوا ان فناتك عاده يلعبوا بلعب فقط على مستوى البوم سايد بي واللي يعجبك في هذا الكل انه اللاعب اللي مخلينه على مستوى البوم سايد بي تلقاه قريب من الكونكتر باش يكون بروتينشن في صوت انه فما كثير من اللاعبين يتوجهوا لل الاي في صورة انه المعلومه مرت اعلى بوش في اتجاه البوم سايد اي، نشوفوا تغيير الموقع من عند فلاشا ينادي للتيم ميت نتاعو لاكرو اللي بطبيعه باش يحاول يعطيه التغطيه الكافيه انطلاقا من اللور رامب، لاجيا في الانتظار معناها يحاول فريق البيك انه يلعب على اكثر من موقع فقط، يحاول انه يبحث على الامكانيات من اكثر من موقع، مولوتوف دولي بطبيعه تخلي كريمز يعمل ستيبس يعطي الموقع نتاعو بالطبع يرجع للدروب وحد الان البيج مازال ما مش عارفين شنو باش يعملوا كيلو البوش يصير في ممكن فيك للبي بوش للاي، وعندي حتى فكره تابس انا عنده سي 4 يتجه للمين بالضبط فيك على البي لمحل السي 4 مازالت مش مرئيه تشي دبليو يوقف تابسن عن موقعه عنده معلومه على تواجد السي 4 على مستوى المين ومنتز كريم عند ليكرو اللي خلصوا من لاجيا فما كان لاعبان فقط على قيد الحياه كيف يسقط ما يترك الا ما يترك كان جوبي على قيد الحياه شاب يبدل الانفورم نتاعو باي كي 40 اعتذر او بالاي كي 47 باش يربح تريد هذا لكن فلاش كان اسبق يلقى الكيم من دون اشكال و 40 فناتيك يلا الفناتيك لين يلقاو المومنتم نتاعهم وايكو من عند بيك لازم وجود ديجل من عند كيف وبي 250 عند اغلب سكواد على خلاف كوبي اللي خيرا يخرج بكلوك نتصور المهمه هنا باش تكون زرع سيفر علاش باش
تخلق ممكن يعني نفس جديد للايكونومي نتاعك، لكن راح يعني تجي دبليو وبالطبع بالاحرى جولدن، جولدن قال نفسه دبل عرش في بيتش جابجي وقا كيل بالاو، ممكن خلط المعلومه مع اللي صار في الرابط القادم، لكن جولدن هوني قاعد يعدي في الطرح نتاعو كيف ما يلزم. لكرو يوقف ناك لقى له كوبي ولاقيه على قيد الحياة بطبيعة سي فور عندهم كيما اللي يحلو على مستوى البومب سايت بي، ولهنا لا يوقفوا كوبي من المهمة نتاعو، لهنا لاقيه لقى نفسه اوب شحال يروح تريد هذايا الكويك سكوب نتاعو ما يخطبش. انا تيك في راوند خامس اللي كان منتظر من عندهم ينتصروا على بيك 5-2، وحتى بشوفوا معناها الفول باي بتكون 7 على الاخر. نرجعوا في ريبلاي جولدن على مستوى المين، شوفوا لهنا البيك نتاعو بري فاير يتخلص من كيف وبطريقة آلية يتجه للآلي كأنه يلعب وول هاك، معناها عارف كل واحد مين يمشي يخرج، يلقى كيف نتاعو الثاني يأمن على الأقل بوم سايد اي تيم نتاعو، خلى ثلاثة من فقط حيين من السكواد نتاع البيك. مرة أخرى حاولوا أنهم يلعبوا الإيكو نتاعهم لهنا البيك تأمين الأوب للراوند القادم، كذلك فول باي لكامل الفريق وانت في انتظار في نسبة أخرى. يعرف أنه فما شكون باش يحاول أنه يقوم بيك على مستوى الآلي، يعطون السي فور موجوده جولدن عنده معلومه وناكس ممتاز بديجل يتخلص من جولدن، هذا بطبيعه الحال يعطي امكانيه مرور اذا للفريق امتع البيج اللي يدخل بطريقه اختيار على مستوى البوم سايت اي سبراي داون على الاكرو يعطي دبل، يعطيهم كم لاعب ينتشر الجرين باجن يحاول يسبراي، لكن جوب بي بهيد شوت يتخلص من الاكرو وكريمز لما حرك في ايجاد ريفنج يلقى كيل على اللاجيا، جوب بي يدخل الكونكتر ما عنده حتى ادنى معلومه، يعرفون السي فور لهنا ملقات على مستوى البوم سايت اي لكن عوده الى خلف غريبه، اما لما حرك فلاش او كريمز يمنعوا هذا الراوند لصالح الفناتيك و 6-2 اذا للفناتيك. معناها كلي مقتنع على الاخر بالبرفورمنس نتاع فناتيك، مقتنع معناها بالديسيجن ميكن اللي قاعدين يقوموا به لحد الان، معناها لاقيين الجراوند نتاعهم اللي يعطيهم ثقه كبيره في انفسهم اللي يعطيهم كذلك نجاعه. باقي الاشكال انهم في ايكو راوند قاعدين يخسروا في لعب والا اثنين في كل مره، هذه ضربه سيئه على الايكونومي نتاعهم. معناها نوصل جولدن 2100 3900 لاكرو، هذا ما يعني شيء واحد انه اذا كان خسروا فناتيك الراوند القادم فما اثنين من لاعبيهم اللي باش يطلبوا دروب، وهذا بالطبيعه ماهيش بالمعلومه الجيده للفريق السويدي انتظار من كريمز على مستوى دروب وجود لاعبين حاليا. واحد فيهم بيكون موجود خاصة على مستوى الريتاي، بيكون موجود على مستوى الريفنج كيل أو الأحلى الريفراك، كل واحد كيفاش يعيط له، والفناتيك في الانتظار في مناسبة أخرى بيك باش يحاولوا يهدروا الوقت كيف ما يلزم، يقطروا الوقت باللحظة باللحظة بالثانية بالثانية، واللي هي باش تكون مهمة صعيبة من عند البيك على خاطر عندهم حتى أدنى معلومة يعرفوا أنه فما لاعب فقط يحاول ديما أنه يرتكز على مستوى الدروب، فما تغيير نتاع مواقع، حتى جولدن معناها عادة وين يشد معناها الأوبجيكتيف نتاعه أنه يكون بولد على مستوى على مستوى الآلي، نشوفوه في أكثر من مود نسبة يقدم على المين أو يقوم بتغطية المين انطلاقا من الجرين الباجن. انتظار إلى حد الآن سي فور ملقات على الأرض، خمسة لاعبين من البيج مشتين على الماب، اثنين منهم في اتجاه البي على الآلي، واحد فيهم يحاول يتقدم على مستوى الدروب. يعني مازلت نجم نأكد الايدنتيتي نتاع هذا اللاعب، ونشوفوا لين استعمل السموك من عند جولدن اللي وقف البوش نتاع بيج على مستوى الآلي، وكين ولين ديسيجن ميكن ماشي في اتجاه البومب سايت انطلاقا من المين، عندنا كيل مبدئي في تريد معناها بيج ناكس كان قال كيل مبدئي على الاكرو، ولكن ريفنج من عند جي دبليو تمكن فريق الفناتيك من انه يحد البوش الخطير اللي كان نجم يقدمه بيج على مستوى البوم سايت اي. التقدم باش يصير حاليا على مستوى الاي كما قاعدين نلاحظوا جي دبليو كريمز يوقفوا لاجيا وجوب بي، انا لهنا بطبيعه الحال سبراي من ورا سموك يخلي جي دبليو في وضع سيء للغايه، كيف لهنا يشوف الاوب نتاع جي دبليو ممتازه لهنا الحنكه والبرسبشن نتاع لاعب البيج ويترك الوضعيه ذي في 2 في 2 في وضعيه نتاع فول باي بالطبع، كيف لهنا يحاول انه يقوم بالبيك يلقى الدمج على جولدن في وورد بانك فلاش القى الهاي شوت على التابسن، الوقت غير كيفي هنا باش يخلي البلانت يصير من عند كيف يلقى نفسه محصور في كروس فاير محاولة نتاع بيك وينتهي الراوند، الاوبجيكتيف واضح من عند فلاشا باش يحاول يمنع اللاعب البيج من انه يلقى فلوس في الراوند القادم والاوب خاصة، لكن يبقى كيف على قيد الحياة و7-2 راوند كاوتك بالحق كاوتك للغاية رغم انه بيك تمكنوا من انقاذ الاوب على ايدي كيف. الراوند القادم باش يكون سيء وتكتيكال بوز مطلوبة من عند فريق البيج.
سبعتينيه وننطلق في مجرى المباراه في مناسبه ثانيه. تكتيكال بوز كانت مطلوبه من عند فريق البيك خاصه بعد الفشل اللي كانوا واجهوه في الراوند الفارت، الكثير من الاخطاء خاصه منهم التمركز والتمنهج نتاع فريق البيك. يعني نذكر انه بيك كان موجود معنا من 1.6، فريق قديم وعريق وكيري بطريقه غريبه في الانسندياري اللي تم القذف بها في اتجاهه. يبقى انه اربع لاعبين على قيد الحياه من سكواد البيك بامكانهم تغيير وتدليل الفارق ما بين الفريقين بيك وفناتيك. فلاش بانك في اتجاه تي دبليو اللي مجبور انه يترك ممكن سيف باسج لعب لاجيا، يعرف وين النفس نتاعو موجود بالضبط، وعن سموك لاني تندثر كو بي مثل في خطر كبير يعطي الموقع نتاعو. ناكس هو القى المونديك على لاكرو في جي دبليو وممتاز جي دبليو في دبل هنا يحسن الامور وفي وقت تلقي فريقه ويكمل ينظف الارضيه من لاعبي البيج و 8-2 مستحق لوني مع فناتيك مستهلينا بالطبع. ومنعرفش اللي ما حسيتش اللي منعرفش اذا كان اشكال من بيج ولا اشكال إذا عرفش إذا كان الإشكال من بيج ولا بالحق الفناتيك رغم وجود رغم خروج أوروف والتنس كانوا فزتوا في وضع متاع قوة. مازلت مانيش متأكد، هذه حاجة تحب لها شوية وقت، لازمنا نتابعوا أكثر مباراة بكل صراحة معناها. إذا المباراة تتواصل وانطلاق جاي عن فلاشا اللي باش يعبي الدور نتاع سكند اوبا لفريق الفناتيك. نذكر ان فلاشا بالطبع هو الديسيجن ميكر، الديسيجن ميكر اعتذر ريقي شيح سامحوني. اذا الديسيجن ميكر نتاع فريق الفناتيك كذلك يعني لاعب محنك معناها عنده الكثير من التجربه في معناها في الكارير نتاعو ممتازه من داخل عن جولدن خلاص من دابسن وكيف بعد طوب فلاش ممتاز. يعني الكوردينيشن هوني من الفناتيك مازالت موجوده، يعني الروح سبيريت مازال موجود وقاعدين ياكدوا لنا فيه لاعبي الفناتيك راوند بعد راوند. اتوقع لازم نشوف الشيء هذا كذلك على مستوى التي سايد ذكروا لنا في الانتظار ويتمكن انه يتخلص من ناكس رغم انه تبقى له 19 هيت بوينت. لا فقط على قيد الحياه يوجو بي عنده سي 4 بطبيعه الحال كما لقيت شحال يدخل على المين خطه بطيئه يلقى الهاتش على كريمز لكن 11 هيت بوينت ما ينعش من الاوب نتاع فلاشا اوفر كيل من عنده و 39 لصالح الفناتيك راوند ورا راوند. نفس السيناريو اللي قاعد يتوارى، نفس السيناريو اللي قاعد يتكرر، نفس السيناريو اللي قاعد يتعاود في كل راوند. وبيج لهنا اوت اوف اوبشنز باش تدخل على المناطق الدفاعيه نتاع فريق الفناتيك. المباراة إذا ترجع بيج فيرسس فناتيك على نتيجة 9-2 كما خليناهم. اجريسيف اوبن عند فلاش يمكنهم من ايجاد انتري بيك جميل، نايت كذلك تلقى امباكت جيد تخلي كيف 53 هيت بوينت. فلاش في كيل ثاني بعد كريمز كان تخلص من كيب ممتاز. ريفراج من عند تابسن وان تاب من عند كريمز تفرج بالله تفرج شي مجيب فن والله فن قاعدين ينقشوا والله ينقشوا على الذهب فناتيك. عندهم لعبات تنقش على الرخام على الجبس على الحجر. فناتيك ينقشوا على الماس وعلى الذهب وعلى الكريستالز. فناتيك اسم كبير يبقى كبير معناها حابينه ولا كرهنا. وهي قاعدين نشوف فيهم كيف بالحق قاعدين يعلموا في بيك فير او سيتي سايد بصراحة. يعني بيج مو سيئين راه والله جوهم به فناتيك. كما هي البيج في المباراة هذيا قاعدين يحاولوا انهم يعظوا حاجة أكبر من فيمم وجولدن من
سموك على كيف وهيد شوت كان ميدم طق طق زو سكراتش وفيه كيف وفيه 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 مش قتل وفيه وفى كيف ما خلي له حتى فرصه باش يجاوب. انا سموك الوني بطبيعه توقف ممكن ادفانس نتاع لاعبي البيج على الالي ولا نشوف الارتباك نتاعهم مش عارفين مين باش يجيو مش عارفين مين يمشي. راد بطبيعة الحال كيما كنا نحكيو كان في برشا ارتباك من عند بيك نلقاو فرصة في ضايع نتاع الارض الثنيني باش يكون مستحيل على البيك الوقوف منع كل شيء. إذا كان تقسم تو خوان ديغو يسوي رميت حساب نتاع فريق الفناتيك وحال الخطر لهنا يندثر تابسن برسمك نرجعو لناصر كان نجمو سلو سلو هذا لاقيا تابسن باغ يروح اقعد غادي تابسن كان ينجم يجيب راوند هذا الفريق ولو كان لقى نفسه سلاح ولو كان لعب بنجاعة وسوء حظ معناها لاكرو كان حاضر كان موجود معناها ذهنيا وتمكن من الانتصار في هذا الدور حتى سنين كانت نجم تولي 10 3 مش حتى سنين اما فناتيك لوني بطريقة عامة يعني يلقي الادفانتج على كل المستويات. اما هلا بيج لقى انفسهم فول باي سموك بطبيعة يفرض على الفناتيك انهم يقعدوا الى خلف لاكرو ب 62 هيت بوينت خيار انه يرجع الى خلف و كيف يب اوب باش يحاول ينتصر في دول لما نجي تولي نايد لوني ما عطات حتى عندنا نجاع من عند لاعب جولدن اللي مازال يحاول يضغط مولوتوف اثنين في اتجاهه وجولدن اللي ما يتضرر كان بهيت بوينت وحيد معناها هيت بوينت فقط مش اللي باش يقلق يلا اذا جولدن على مستوى الالي مازال ما عنده حتى انفو يعرف فقط انه على الاقل لاعب موجود على مستوى الالي في وقت اللي بقيت الفريق نتاع بيك باش يحاول يضغط في اتجاه البوم سايد بي يعني عارفين بناتك حاليا انه فما حاجه باش تصير في اتجاه البوم سايد بي شوفوا الروتيشن اللي تصير على مستوى الالي خطه سريعه من عند الفريق السويدي ليعود الى خلف نعرف فقط بخلف على مستوى الكونكتر فريق جولدن اللي باش يحاول يضغط يعني السموك هذه تم تطبيقها هي قاعده تخلق في الخطر وتعطي الشكوك اذا للاعبي الفناتيك في وقت اللاكرو كان تخلص من جو بي ممتاز تابسن يلقى هيد شوت على جولدن وضع متعرض الثلاثه باش يكون صعب لهنا التعامل مع هذا الراوند من عند الفناتيك ممكن اخيرا البيج لقاو النجاعه الكافيه اليوم في وقت اللي فلاش اللي يلقى الهيد شوت الاول على الناكس تابسن يلقى الظهر تاع المنافس نتاعو جي دبليو لايا لاجيا يخسر حياته امام فلاش ممتاز تابسن لكن كريمز كان انجع منه في هذا الراوند 1 في 1 كيف فيرسس بالطبع كريمز يتقدم بطريقة خطيرة البوم بلانت شولدر بيك أول شولدر بيك ثاني يعني كيف بإمكانه أنه يخلق الفرق بهذا الأوف أما إذا كان لعب الفناتك تتوخى أوه كيف يخسر حياته لهوني كان عنده فكرة على السيفر وين موجودة بالضبط ولا تفجر السيفر على آخر لحظة والفناتك يديو هذا الراوند الثالث لصالح البيك 11 3 اذا هي النتيجه الحاليه ما بين الفناتيك والبيك. الراوند الاخير اذا من الفيرست هاف ما بين الفناتيك والبيج ينطلق فول باي من عند الفريقين يعني القاعدة الماليه اللي كانت عند الفناتيك مش تعطيهم نجاعه كبيره فول باي كاي فول باي اخر قاموا بها على طول هذه المباراه وجي دبليو يتخلص من تابسن اكبر خطر كان يحدق فريق الفناتيك السي فور تسقط وممتاز ناكس وكيف لوني يخلقوا الفرق العددي فلاش اب بطبيعه الحال يلقى الشوتس لانه باش يخلق ممكن الخطر على لاجيا وظهر الاكزكيوشن في اتجاه البوم سايت اي كما اللي يعدوا لاجيا في الانتظار انا صوب 5 هيت بوينتس فقط متخوف من دروب حاجه اكيد وضعي نتاع اثنين ضد اربعه سبراي داون على النكس وراوند رابع يذهب في اتجاه البيج اللي يستفيق في اخر المطاف ما يبقى الا فلاشا حاليا ب 20 هيت بوينت امام ثلاثه من منافسي زاد وضعيتهم ناش ممكن على احسن ما يرام فلاشا في عوده الى خلف باش يحاول ينزل انطلاقا من الدروب كيف
يسمع عن الخطة نتاع فلاشة في الحال اللي مر المعلومة الفريق نتاعو، انا اسمه كي يتم القصف بها فلاشة يحاول يتدخل الحذر نتاعو يخسر 5 هيت بوينتس نتاع سقوط الدروب بالطبع. واوبن كيف الانتظار 11-4 هي النتيجة الأخيرة نتاع الفيرست هاف ما بين الفناتيك والبيج، نتيجة مقنعة الفناتيك كثير من الأخطاء الفردية والجماعية اللي قام بها الفريق السويدي. وبضع دقائق إذا تفصلنا عن انطلاق السكند هاف، نستغل الفرصة ناخذ بريك صغير ونرجع لكم مع انطلاق السكند هاف. ESL Pro League is brought to you in part by Intel, the City of Odense, GeForce GTX, Lenovo Legion, Bedway, Pay Safeguard, Logitech G, Mountain Dew League, Xfinity, and ESEA.
Welcome back, ladies and gentlemen. في المباراة نتاع الفناتيك والبيج النتيجة توا 12-4 بانتصار الفناتيك على مستوى البيست راوند. بيست راوند كانت صعبة كيف ما لاحظتوا في وقت الهنا لاقيا يلقى الكيل على جولدن بالسكاوت اللي على يديه الالي يظن اللي هنا باش تسكر من عند فريق البيج اللي خير انه يلعب بلاعبين ممتاز. ناكس يلقى الهيد شوت على فلاشة ويخلي كان لاعبين فقط على قيد الحياة من فريق الفناتيك. ذاك الاول يمشي في اتجاه جي دبليو اللي اخيرا بالطبيعه يفتح السكور لفريقه 2-4. رغم وضع الايكو باش تكون صعبه للغايه على فريق الفناتيك، ما عندهمش انفورميشن with which they can work with. عندنا كريمزن يمشي يتقدم، نحسب بطبيعه الحال انه فما انتظار حاليا على مستوى الكورنر وممتاز لان كريمز غير عادي الريفلكس نتاع هذا اللاعب اللي يتمكن من التخلص من نفسه نتاعو في وقت اللي لاقي هون يلقى نفسه هيك 47 باش يخلق الخطر بطبيعه على منافسي. بقى 30 ثانيه فريق الفناتيك لازم يقوم بديسيجن اما انه يضغط على البومب سايد بي او انه يتجه للاي. هذه حاجه مازالت ماهيش واضحه ولا معروفه كما قاعدين نلاحظوا. خروج لهنا على الناكس اللي ما يتمكنش من ايجاد الدامج الكافي او الهيد شوت على منافسه نتاعو في وقت الجي دبليو يسقط. وبالطبع ناكس ينهي هذا الراوند بالهيد شوت على كريمز 12-5 بيج يجدون انفسهم راوند اول في هذا السكند هاف. الراوند من بعد باش يكون مختلف بحكم انه الفناتيك حاليا يلعبوا بيستولز. ونتصور انه لهنا الاوبتيك الوحيده اللي بقات في ايديهم لهذا الراوند هي انهم يلعبوا بطريقه متعصبه انهم يقوموا بفاست بوش. نشوفوا لهنا الدمج ما كانش كبير. تابسني يقل نفسه كيل اول ثاني لاين اب سبراي داون اربع كيلات تابسني يلوج على ليس and he will find it he will get it 12-6 اذا فناتيك لهنا قطعوا لاين اب ممكن مضحك لفريق اللعب فريق البيج. تابسن يلقى نفسه اي سهله 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 بالمره من دون اي ريزيستنس. لاحظنا كذلك انه معظم لاعبي الفناتيك كانوا يلعبوا بسي سي اوتو. ممكن الخيار كان يكون احسن لو كان وجدوا انفسهم تاك ناينز ولا ديجلز، لكن بطبيعه الحال خيارات شخصيه تبقى للفريق السويدي اللي قاعد يخسف الادفانتج نتاعو بالخطوه بالخطوه في هذه المباراه 12-6. اذا فناتيك بكلوكس فقط حاولوا انهم يدفعوا على الباون بلانت ما حاولوش انهم ينتصروا في راوند بفار. تابسن يلقى نفسه دبل تريبل يلوج على ايس اخر سويسايد لوني من عند فلاش. تابسن يلقى روحه ثلاثة كيلات يحاول يلوج على الرابع يلقى الرابع نجم نحكيو على ايس لوني لو كان مش السويسايد نتاع اللعبة فلاشة اللي كان طاح يعني من اللي كان قفز من فوق. نجم ريبلاي لهنا شوف لهنا سبراي داون يعني سقوط اول وفلاش اللي يتيح من الدرج. تابسن يكمل سبراي داون نتاعو ممتاز يعني تابسن going big في الماب هذي بصراحه هنا ممتاز beautiful. ما تنجم تقول حتى شيء على تابسن في هذه الماب بصراحه معناها الام في بي نتاع المباراه هذي. اكثر لاعب لو كان نغزو السكور معناها مازلت ما ثبتش يعني لكن نغزو بالضبط 20 كيل في 19 راوند يعني بالضبط قد كريمز. اما كي تغزو النتيجه 12-7 النتيجه راهو معناها لصالح الفناتيك. تعرف شنو اهميه تابسن في هذه المباراه مقارنه اذا بالتيميتس نتاعو. يعني هنا الجمب بوست بطبيعه الحال يتسمع في القفزه نتاعو لاعب الفناتيك سندير يتوقف كيف من انه ياخو اي معلومات من السين بوينت لان الدامج از دون. وبطبيعة الحال في موقع في مدى ماذا بيه لا اوبر يخلي مكان للرايفلر. الرايفلر ديما باش يلقى في نفسه معناه في خيار سيء معناه اذا كان قمص لا قدر الله بطبيعة باش تلقى على الاقل فما لاعب ثاني موجود على الكوفر باش يخسر حياته بطريقة آلية. على الاقل وجود رايفلر اللي هنا يلقى سبراي داون ينجم يقوم معناه بسبراي ترانسفير اللي بطبيعة معناه هذه السيتويشن تاع بيزك سي اس جو هذيك هي احسن حل معناه ما تخليش اوبر في انجل ينجم يخرج لك منه اثنين ولا ثلاثه لاعبين معناه باش تلقى كيل اوكي ومن بعد خاصه انك سيتي ما تحبش تخسر اللعب نتاعك اكيد
وانا لان البوب فلاشز اللي تم القف بيهم في اتجاه البوم سايت اي ولا محل لان الضغط مازال موجود كيما نشوفوا انتهاء من المين ممكن ايرلي فلاشز خرجوا قبل وقتهم ممكن مرور رانجي دبليو عندوش نفسه اوب يفقد حياته بعد سبراي داون نتاع ناكس جولدن ويقع كيل على ناكس ممتاز لان فلاشا ريفراج نتاعو على جول بي فلاشا في كيل ثاني نفسه يلقى نفسه في وضعيه نتاع 2-2-2-1 بعد وجود الاوب نتاع كيفو لكن فلاشا يسقط على الارض وراوند ثاني صالح بيك فناتيك الوني بالحق ايتينج داست اي منافسهم مانيش را في حالي ما كان فناتك من الخروج ولا وان دي ولا ان جي دبليو كيف هذه سقوط كيف لهنا يمنع بيج من استعمال الاوب على المستوى الالي هذه اول حاجه واذا اللي كنت نحكي عليه هو وجود الاوب نتاع كيف على الالي يمنع فناتك انهم يتقدموا على من هذا الموقع في اتجاه البومب سايت اي او السيتي كذلك يعني وجود تابسن على مستوى البومب سايت بي منع طول وعرض وارتفاع الفناتك من انهم يلقوا مدخل او البومب سايت بي ما نعرفش فما نقص النجاة معناها كان جي دبليو فلاشا ما يلقاوش الكيلات لاكرو جولدن وكريمز باش يواجهوا برشا مشاكل ناكس لوني بهيد شوت معناها جي دبليو مبدئيا يعني اللاعب اللي كان لقى الانتري بيك على منافسي يفقد حياته في وقت اللي لاقي كيما قاعدين نلاحظوا يستحوذ على الاوب نتاع التيميت نتاعو تابسن بهيد شوت يزود على تابسن تاع سي 4 اما ريفانج لوني متاخر من عند كريمز تخلص منه كوبي يلقى الوقت يقوم بروتيشن وراوند الى لصالح اذا البيك في مناسبه اخرى يلا اذا الفناتيك يلقاو انفسهم اوب اخيرا على جي دبليو ممكن لوب هذا باش يخلق الفارق ممكن لوب هذا باش يصنع الفارق الامال والايمان نتاع فناتيك مرتكز بطريقه تامه او شبه تامه على هذا السلاح على هذا الخيار التكتيكي من عند جي دبليو تابسن لوني بالطبع يحاول يغطي على نفسه كما قاعدين نلاحظوا بسموك في اتجاه يعني اللو رامب وباش يكون صعب لوني على جي دبليو من انه يتمكن من رؤيه اي شيء من وراء هذا السموك خير بطبيعة انه يتقدم بطريقة بطيئة فلاش اللي هم بتبيع في حالة لتغطية الاب رامب وكما لاحظوا لما حالة من انه ناكس مازال يحاول يعطي في التغطية على مستوى اللو رامب اكثر من اي حاجة اخرى يعني اذا كان فما بيك يصير في اللحظة هذية انطلاقا من الاب رامب بشي كون خطر كبير على سكواد نتاع البيج لان نشوفوا المعلومه يخوها تابسن يرجع الى خلف استغل الفلاش نتاعو لكن خلص من تابسن اللاعب موجود على هذا على مستوى البومب سايت بي على مستوى هذا الهاف كيف جاي مع جولدن يخلصوا من ناكس وممتاز لكرو في هيد شوت ثانيه المره هذه على جو بي تعطي الادفانتج وكريمز ينتصر امام لاجيا في هذا الدول كيف يتسمعوا ستابس نتاعو يتوجه للالي وبتبيع فريق الفناتك يعرفوا وين يحاول ممكن انه يتخلص من اوبل على ايديه خاطر بشي مثل خطر كبير عليهم في الراوندز القادمه يعني هنصو نستبعد انه باش يقوموا بهانت على خاطر وضعهم المالي ما يسمحش للفناتك اول حاجه وثاني حاجه كان خسروا اللاعبين يعني ضربه سيئه للايكونومي نتاعهم على خاطر اوب فقط يعني خيار محترم من عند فريق محترم طبعا يلقى انفسهم اخيرا راوند اخر في هذا السكند هاف ستاش تسعة اذا هي النتيجة وكريمز يسلق الفارق العددي اعلى فور نزوله على مستوى الدروب بطبيعة حاجة تلز لاعبي البيك او تابسن الاحرى انه يقوم بالبيك يقول معلومة على تمركز اللاعب على هذا المستوى الممتاز البوب فلاش لكن دامج لوني كانت لقاها فلاشة وكريمز
كبير للغاية. كيف نقوم ممكن بروتيشن حوالين نغطي على ال على الرامب متاع المستوى على الأب رامب متاع البوم سايد بي أكثر من أي حاجة أخرى. وهي بتكون راوند طويل وصعب. نتصور إنه فلاش أو كريمز مش حاولوا يلعبوا على ال على الانفورميشن أكثر من أي حاجة أخرى، يعني 15 هيت بوينت 4 هيت بوينتس. ولحد الآن معناها فما بطء في في التقدم في التحرك، يعرفوا لأن الانفو مش كون يستنى فيهم على المستوى الآلي. هذا البيك يقول لأن الانفو بطبيعة اللعب جولدن ممتاز الهيد شوت نتاعو على ليجا أو لاجيا، أعتذر بأخي نفس الخطأ. جي دبليو تخلص من ناكس ما بقى كان كيف حيو، مش كون مستحيل على كيف أنه يقوم بريتيك في ظل هذه الوضعية. الحاجة الوحيدة اللي نجمو نعملوها أن نكملو نتفرجو في قاعد يصير في هذا الراوند، خاطر ما نكملش ننتظروا 45 او 40 ثانية حتى كشي تنفجر سي 4 من دون انه كيف يخطي بدل اي حاجة في هذا الراوند. شفنا كيفاش تاو الفناتيك لزو بيج اون ذا برينك اوف ايكو في راوند الفالت، وحاليا قاعد يلعبوا في الايكو راوند نتاعهم. جي دبليو ينطلق في هذا الراوند كويك بيك على منافسه كيف ويفتح الممر نتاع البوم سايت انطلاقا من الالي. جولدن باش يحاول يلعب كانتري فراجر في هذا الراوند، وعندنا شكون متواجد على مستوى ممتاز. جولدن خارق للعاده كيفاش خلط راه شولدر بيك على مستوى الويندو في وقت اللي كان بي كان يبحث على هيد شوت ما يتوفقش في ذلك، يخلي جولدن 32 هيت بوينت و15 9 لصالح الفناتيك، يقربوا على خطوه واحده من الانتصار في هذا الجيم. ويعني تفرج في الشات الشوالي وحفيظ الدراجي وعلقان في نهائيات سي اس جو. لا شي موصلنا اليوم هذوكم هذيك الشوالي والدراجي قدوه ماهمش مازال بعيد اليوم على الاخ بعيد ناقص برشا تجربه مازالوا برشا حاجات باش نتعلمهم صاحبي. شكرا لمحال على المقارنه it brings honor to me. المفيد فناتيك حاليا في الراوند الخامس عشر، تسع روندات فقط تمكن من الاستحواذ عليهم بيك، اربعه كانوا على مستوى تي سايد، خمسه على مستوى سي سايد. وكيف الانتظار اجريسيف اوب في اتجاه الالي مش مثل خطر كبير على لاعبي الفناتيك لمحاله قاعدين ينتظروا في عمل في بلاي من هذا النوع. كيف بطبيعه يلقى البيك المبدئي نتاعو على هذا الموقع باش يكون صعب على الفناتيك تعمل اربع لاعبين ضد خمسه. شوفوا الانتظار عند جولدن، جولدن اللي يتحلى بالصبر. شوفوا لهنا اللاعب الشاب لهنا اللي قادم من الفناتيك اكاديمي عارف يتحلى بالصبر، استنى البوب فلاش بالطبع لهنا لمحاله ما لقاش الاوبن نتاعو. يبش يحاول يستعمل سموك فوق السموك كما قال وقاش فيها افشنسي كبيرة مزيد، يحاول سبراي المولوتوف لون قاد دامج كبير على كيف خليه 22 هيت بوينت. يعني اذا كان تلقى شوت اخرى وحيدة يعني بلاك شوت او ارم شوت راه ناكد لكم انه اللاعب كيف كان يخسر حياته في هذه العملية. حال الوضعية واضحة 16 هيت بوينت على جي دبليو قالوا كان نعرفش اذا كان بشخص يقعد حي حتى الاخر راوند 30 ثانية اقل من 30 ثانية تو متبقية لفناتيك لازم يقوم باكزكيوشن مهما كانت نتصور سيف ستوبشن وانهم يتقدموا البومب سايد بي. شوف الفيك لان بمولوتوف وحيدة لازو اللاعب اللي كان موجود على مستوى الكونكتر كان يتحرك في البومب سايد اي ممتاز الهاتش عن جي دبليو سبراي داون عن تابسن ما عندوش الامو الكافية باش نجم يتخلص من لاعب اخر وضعي نتاع 3-3 لان محاولة البيك من عند كيف لو بتاعهم سموك مبدئي خول مرور الفلاشة
في اتجاه يعني رامب راوند صعب راوند البقاء هنا البيج مباراة العيال ناكس كما قاعدين نلاحظوا يحاول يتقدم في اتجاه سموك زي ما عنده تقريبا حتى انفو على التمركز نتاع منافسي كما سوى الرايه نتاع 1 في 3 بعد خسر التيميت نتاعو كي بالسكوب نتاع منافسه اذا تي دبليو ممتاز او ناكس خارق العاده ناكس الرايه نتاع 1 في 1 زي ما عندوش وقت من هنا يكون له حرب نتاع عصاب اما نقوم بالديفيوزل ناكس حاليا ولا ممكن يخسر هذا الراوند الراوند الاخير وفي اخر المطاف فناتيك عيد فلاش ربحوا الوقت الكافي اللي مكن بطبيعه الحال فناتيك من ايجاد الراوند السادس عشر اليوم في هذه المباراه جي تي ون بلايد الفناتيك في المباراه الاولى نتاعهم امام بيج نرجعوا لناكس اللي نشوف ممتاز ناكس ممتاز هنا فلت كان المشكله نتاع التايمينغ لهنا فلت الراس نتاع المنافس نتاعو مبدئيا فلتوا في مناسبه ثانيه كيف بيكا عنده حتى مشكله هنا باش يلقاه وشوف الترانسفير اللي يصير عنده المعلومه يعرف وين المنافس نتاعو موجود فهم اللي فما كروساي باش يصير ولا نشوف التجربه كيفاش تدخل ان فاكتور في مباريات نتاع عمالقه نتاع محترفين كيف من هكا شوف لهنا اللاعب فلاش ممكن هنا استبق وقت وقت اللي عطاه الشولدر بيك هذاك عرف اللي ما عادش عنده بزيد وقت يعرف انه ما تحرك الا ما عطاه زوج ثواني نتاع ديفيوزل للناكس وبطبيعه الحال حتى اذا كان ماتيها ما فما حتى ادنى اشكال شرى الوقت الكافي للتيم ميتس نتاعو باش يربحوا الراوند هذاك اللي كان الراوند الاخير 16 9 اذا في ترين بضع دقائق تفصلنا 10 دقائق بالتحديد باش نمروا الكوبل ستون ابقوا معنا ونرجع لكم في استوديو التعليق والتحليل نتاع عرب اي سبورتس في الاي اس ال برو ليج في السيزون 5 نتاعها الجوله الاولى